أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو الضابط في تغيير خلق الله سواء كان في الإنسان أو في الحيوان؟ الضابط في تغيير خلق الله في الإنسان الوشم وإزالة الحواجب المرأة، هذا من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، وكذلك حلق اللحى للرجال هذا من تغيير خلق الله عز وجل، داخل في تغيير خلق الله، وهذا من تغيير خلق الله. وفي البهائم قطع آذانها أو قرونها هذا من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، وفي تعذيب لها. نعم.